طيب هنتكلم في موضوع ال SQL Server الاندكس. طبعا احنا عارفين الاندكس فيه منه نوعين، في منه كلاستر اندكس وفي منه نان كلاستر اندكس. المعروف عن الكلاستر اندكس ان هو تملي لازم يكون يونيك. عارفين طبعا جوه ال SQL Server بيسمح ليك مايكروسوفت ان انت يبقى عندك 1 كلاستر اندكس واحد بس up to 99 نان كلاستر اندكس. هنروح اول حاجة، انا هنا افتح ال SQL بتاعي وهعمل اول حاجة حابب اكريت جدول ممكن نسميه مثلا ميديا. انا هنا هضيف مجموعة من الكولمز جوه الجدول بتاعي، ده النوع بتاعها هيبقى انتجر وهيكون مانداتوري، ده اول ستيب عندي. الستيب التانية محتاجين نضيف كمان ممكن كولم نقول مثلا هنسميه ميديا 30 كاركتر، ومش هقول هو اذا كان نال او لا، ففي هذه الحالة هو هيكون بيالاو النال طبعا باي ديفولت. يعني نقول مثلا الكونتاكت نمبر ده هيبقى برضو ان فار حاجه بالشكل ده. مش طيب احنا كده بالنسبه لنا انشانا اول جدول. تعالى كده نميك شور من موضوع البارسينج، قال لك كده هنا كل الكومنتس بالنسبه لك كانت صح، وهاجي اختار هنا الاكسكيوت. المفترض ان انا الاقي عندي تم انشاء جدول جديد اللي هو هيكون باسم ميديا. انا طبعا ما حطيتوش جوه اي سكيما، فهذه الحاله المفترض ينزل عندي كدي بي او. هاجي على الفولدر بتاع التيبلز، هعمل بس ريفرش، وفي لحظات هلاقي فعلا دي بي او ميديا اهو. هنفتح طبعا التيبل ده، هنا هتلاقي جوه كل جدول جوه الاس كيو ال سيرفر هتلاقي جوه مجموعه من الفولدرات. طبعا بيبدا بالكولمز، ودي انا هنا انشات جواه 3 كولم زي ما حضراتكم شايفين. الاولاني عشان انا اللي اخترت ان هو يكون مانداتوري فكتبت هنا نوت نال، فطبعا ظهرت معايا. اما الاثنين التانيين باي ديفولت جونا بي نال. الاوبشن التاني ان انا بالنسبه للكيز انا ما قلتش هنا اذا كان عندي برايمري كي او فورين كي او اي حاجه من الحاجات دي. الكونسترينز ستيل امتي، اما الاندكس هتلاقي حضرتك هنا الفولدر فاضي. فايه اللي انا حابب اعمله في الاكزامبل ده؟ حابب ان انا اضيف كلاستر اندكس. عشان تضيف كلاستر اندكس خلينا كده نوسع شويه نفسنا، ان احنا بندوس بس على علامه البين دي، وهروح اعمل حاجه في امر جوه الدي دي ال احنا بنسميه الترا. الامر ده احنا لما بنيجي نستخدمه بقدر ان انا اعدل في خصائص الكولمز بتاعتي. فهاجي هنا هكتب الترا تيبل، يبقى احنا عندنا في دايما فرق ما بين الالتر والابديت. الابديت ان انا بعدل على قيمه الفاليو اللي جوه الرو، اما الالتر انا بعدل على العمود نفسه. اوكي بقول مثلا هضيف عليه كونسترين، هضيف عليه كلاستر اندكس، نان كلاستر اندكس، حاجه زي كده. فايه اسم الجدول اللي انا قاعد شغال عليه حالا؟ ممكن اكتب هنا دي بي او دوت. المفترض ان هو لو عندي هنا الانت يعني الانتليسنس لو شغاله مفترض كان يظهر ليا، او ان انا اقدر ان انا اعمل دراج ودروب من الاوبجكت اكسبلورر، اقدر اعمل دراج ودروب لاسم التيبل بتاعي في حاله ان الاسم مثلا كان كبير او حاجه. مجرد بس هتعمل هنا دراج ودروب تقدر ان انت تجيب الفول نيم بتاع التيبل، اقصد الفول نيم اللي هو ايه السكيما دوت تيبل. فانا هنا في هذه الحاله عملت دراج ودروب. هنا حد ممكن يسالني هو انا لازم احط اللي هي البراكت دي؟ لا مش شرط، يعني احنا نقدر ان احنا نستغنى عنها. اوكي حتى الدي بي او اقدر استغنى عنها لان هي طبعا بتبقى ديفولت سكيما بالنسبه لي، فانا لو حابب اشيلها او اسيبها ده بيبقى اختيار حضرتك. طيب ده انت هنا قلت الترا تيبل اسم التيبل، ايه بقى تاني حاجه؟ ايوه ان انت محتاج تعمل اد. تمام هتضيف هنا كونسترين، فطبعا خلينا نكتب الفول يعني الكلمه كامله. طبعا خد بالك من السبيلنج، هي طبعا كي وورد فلازم تكون مديه اللون الازرق ده. طيب بالنسبه للكلاستر اندكس احنا عندنا كبيست براكتس لازم نسميها، يعني مش لازم يعني هو ات شود بي، يعني ان هي تبدا بحاجه اسمها اي اكس. اي اكس ده اختصار لان انا حالا بقول ان الكي ده هيبقى كلاستر اندكس او هيبقى جاست اندكس. فانا ببدا اي زي مثلا اقول تيبل اندر سكور، هنا بقول اي اكس اندرسكور اسم الكلاستر اندكس. فانا هنا بقول مثلا اي اكس اندرسكور وادي له اسم مثلا اي اسم عندي. فانا في هذه الحاله ممكن اسميه اي اكس اندرسكور مثلا ميديا. اوكي وبعد كده هكتب كلمه يونيك زي ما حضراتكم شايفين، وبعدها هكتب ان ده طبعا النوع بتاعه هيبقى كلاستر اندكس
طبعا لو انت غلطت في حرف مش هتشتغل. طب انا هنا بالنسبة لي هخلي الكلاستر اندكس على انهي كولم من الكولمز اللي موجودة عندي جوه الجدول. تقدر طبعا ترجع تاني للجدول بتاعك، تفتح الكولم هتلاقي عندك هنا 3 كولم. احنا في الكلاستر اندكس هنختار اللي هو الحاجة اللي فيها يونيك، اكيد طبعا الاي دي لان الاسماء ممكن تتكرر عادي. فانا هعمل هنا دراج وهنا دروب لاسم الكولم بتاعي اللي هو كان اسمه ميديا اي دي. طيب انا هنا يعتبر خلاص ضفت الكويري اللي هتروح جوه الجدول اللي اسمه ميديا، هتنشئ جواه كلاستر اندكس. خلينا نرن الكويري دي ان احنا نعمل هايلايت على الكويري، ما تروحش تعمل اكسكيوت لكل الكويريز اللي عندك جوه البيج دي. فانا هعمل هايلايت للسطرين دول بس، وهختار هنا حاجه اسمها اكسكيوت. في لحظات تم انشاء ليك الكلاستر اندكس. طبعا تقدر تتاكد بان انت ترجع للفولدر اللي هو اسمه ميديا، عندك هنا في فولدر تحت اللي هو اسمه اندكس. لو انت عملت عليه رايت كليك ودوست ريفرش المفترض هتلاقي هنا حضرتك ظهر الاي اكس ده طبعا اندر سكور ميديا كلاستر اندكس اللي احنا لسه حالا قاعدين بننشئه سوا. طيب ده كده بالنسبه لنا اول بوينت. تعال بقى نروح نشوف طريقه تانية ان انا اقدر انشئ بيها كلاستر اندكس. دي طبعا طريقه احنا بنسميها من خلال الالتر التيبل. في واحد تاني ممكن يروح يكتب كرييت، اوكي دي طبعا، ويكتب هنا طبعا نفس الكلام يونيك. شوف هنا لو انا ما كتبتش الكلمه صح ما بتشتغلش معايا، فاحنا بنكتب هنا السبيلنج صح، وطبعا بالتالي هيكتب وراها كلمه كلاسترد عشان يحدد ان ده كلاسترد اندكس بالشكل ده كده. طيب احنا هنا في برضو ناس تانية او في بعض الناس بتحب دايما تبدأ النيمينج كونفنشن بحاجة اسمها CIX اللي هو اختصار يعني clustered index. اوكي C clustered والIX لي كلمة index. ممكن نقول مثلا ميديا، في هذه الحالة ممكن نقول ميديا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طيب انت هنا هتنشئ clustered index على انهي جدول؟ خليني بس انا حابب امسح اللي انا كنت لسه انشأته من شوية مش محتاجه خلاص، نعمله بس ديليت. اوكي واجي هنا. هنا السؤال بقى اللي انت تسأله لحضرتك، هو هنا الكلاستر دي اندكس ده هيتم انشاؤه على انهي جدول؟ ايوة هنيجي هنا. يبقى انا لازم اكتب بعد كلمة create unique clustered index cix underscore media لازم احدد الجدول اللي هو هيروح ينشئ عليه الكلاسترد اندكس ده. فهقول له هنا on، طبعا احنا قلنا الجدول بتاعنا كان اسمه ميديا، اوكي، وهختار اسم الكولم اللي هيتم الانشاء عليه، وفي هذه الحالة كان اللي هو اللي كان id ميديا id. هعمل له برضو هنا دراج ودروب بالشكل ده. ودي كانت طريقة تانية احنا نقدر ننشئ بيها الكلاستر دي اندكس. خليني اعمل برضو هايلايت بنفس الطريقة واروح اعمل اكسكيوت. حضرتك لو جيت هنا وعملت ريفرش على الاندكس بالشكل ده هتلاقي حضرتك ايه اللي حصل. ايوه بالظبط، انشأ ليك كلاستر دي اندكس، وهنا كتب لك برضو ما بين قوسين ان ده كلاسترد اندكس. طيب ده شيء ممتاز جدا. تعال بقى في نفس المثال ونفس الفيديو عشان يبقى كل حاجة معاك في فيديو واحد، ننشئ بالمرة نان كلاسترد اندكس. عشان تنشئ نان كلاسترد اندكس نفس الخطوات، بتعمل برضو نفس الفكرة كرييت، اوكي، بدل بقى هنا كلاسترد اللي انت لسه كاتبها هنا فوق، تعال نكتب بقى معايا الكلمة دي نان كلاستر، اوكي، وهتديها هنا بقى النيمينج كونفنشن بيبقى ان سي اي اندرسكور. الان اختصار نان، السي للكلاسترد، والاي للاندكس، وهنا ممكن نسميه اي اسم، نقول مثلا ميديا وات ايفر، ممكن نقول ميديا 02، اي اسم يعني مؤقتا يعني. بعد ذلك هيبقى نفس الطريقه برضو في الديفينيشن، اون ايه اسم الجدول اللي انت حابب تنشئ عليه، واسم الكولم. انا في هذه الحالة طبعا هختار كولم ما يكونش
في اي دي عادي يكون في تكرار، فانا ممكن ابحث بعد كده باستخدام الميديا نيم حاجه زي الشكل ده، هعمل هنا هايلايت على الكرييت نون كلاستر دي اندكس وهعمل هنا اكسكيوت، فوالا هتلاقي حضرتك هنا تم انشاء النون كلاستر دي اندكس بنفس الطريقه بالظبط. طبعا انت لو جيت هنا على نفس الفولدر وعملت هنا ريفرش المفترض هتلاقي ظهر عندك ال NCI وهنا عمل ما بين القوسين كتب لحضرتك نون كلاستر دي اندكس. خليني بس اكبر هنا المساحه، هتلاقي هنا نون يونيك ايوه ونون كلاستر. يبقى احنا استفدنا من الفيديو ده ان احنا عرفنا فكره الكلاستر والنون كلاستر. كلاستر قاعد بيشتغل على الحاجات اليونيك، طبعا بيريتريف ليك الداتا باوردر اوف 1 دايركت على طول اكسس في السيرش اسرع حاجه. النون كلاستر هو قاعد ان هو بيروح يبني الشغل بتاعه على حاجات فيها نيمينج فيها ديت، طبعا بتبقى اكيد ان هي بتبقى بتقلاو النل في نفس الوقت ان هي بتبقى نوت يونيك. شكرا جدا ونشوفكم في الفيديو القادم.